السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. النهاردة فطورنا أو فطارنا سهل جدا وسريع وكمان خفيف. هنعمل سمك بلطي، مش هنعمله مقلي طبعا ولا مشوي، هنعمله في الصينية. طعمه حلو جدا ومختلف. وكمان هنعمل رز صيادية والطحينة والجرجير، ولو حد عايز يعمل سلطة جنب الأكل ده يعمل. اعملوا بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة. اول حاجة ده الخضار اللي احنا هنحتاجه، معانا جزرتين. الجزرتين دول هنبشرهم وهنقطع باقي الخضار ده، والليمونة طبعا دي هنعصرها. كده انا قطعت الخضار وبشرت الجزر، هضيف عليهم معلقتين صغيرين من الملح، وكمان هضيف عليهم معلقة صغيرة من الكمون، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من الخلطة بتاعة تتبيلة السمك او مخلل البتنجان، اللي هي عبارة عن فلفل حراق وتوم، وكمان معلقة صغيرة او معلقة كبيرة من هريسة الفلفل الاحمر، وطريقتها هتلاقوها في لينك تحت الفيديو ده. وهضيف عليهم شوية زيت، حوالي 4 أو 5 معالق، وكمان هعصر عليهم الليمون. لو عايزين بعد ما تعصروا الليمون تحطوا القشر مع الخضار، حطوه عادي خالص، ما بيمررش، بالعكس بيشيل زفارة السمك، والليمون وقشر الليمون مفيدين جدا. دلوقتي هضيف عليهم كوباية من المية، كوباية دي كوباية العصير العادية، وأقلب الخضار ده مع بعض كويس جدا. بعد كده أجيب الصينية وأحطها على البوتاجاز، النار طبعا متوسطة، وأسخن الصينية كويس جدا. بعد كده أنزل فيها تلت كمية الخضار، بيطش كده بالشكل ده، لازم يطش، وأسيب الخضار ده يغلي، وده كله على نار متوسطة أو مثلا تحت المتوسط بشوية. بعد كده أرص السمك كده في الصينية، أحطه كده جنب بعضه. طبعا السمك كميته حسب الرغبة، الحجم طبعا حسب إمكانياتكم، حسب الرغبة وحسب الموجود. في ناس بتحب السمك كبير وفي ناس بتحب السمك صغير. بعد كده أجيب معلقة من الخضار ده وأدخلها جوه السمكة بالشكل ده، أملى بطن السمكة بالخضار بالشكل ده، معلقة ومعلقة ونص حسب ما تاخد السمكة. عشان كده قسمنا الخضار لتلات أجزاء، تلت تحت وتلت جوه السمك، والتلت التاني هنحطه على السمك من فوق. بعد ما نملى بطن السمكة بالخضار هنحط باقي الخلطة او باقي الخضار على وش السمك من فوق، وكمان السائل اللي احنا حطيناه اللي هي المية، المية الباقية يعني، اي سائل موجود كمان هنحطه كمان، وهنغطي السمك ونسيبه يستوي على نار متوسطة او تحت المتوسطة بشوية. دلوقتي هنعمل الرز، هنحط حلة على النار، النار برضو متوسطة، نحط فيها حوالي 5 معالق زيت او 4 معالق، وننزل على الزيت ده ببصلة متوسطة او بصلة صغيرة متقطعة مكعبات، ونشوحها. الرز بتاع السمك البصل بتاعه بيحمر، اول ما البصل يحمر بالشكل ده هنحط عليه باقي المكونات. هضيف عليه معلقة صغيرة من السكر، وأقلب السكر حوالي 10 ثواني، يعني يدوب أقلبه بس يتكرمل بس ما يتحرقش، هقلبه كده بالمعلقة. بعد كده أضيف باقي المكونات. دلوقتي هضيف معلقة صغيرة من هريسة الفلفل الأحمر، ودي اختيارية جدا، وأشوحها كده شوية صغيرين. بعد كده أضيف عليه طماطمية صغيرة متقطعة مكعبات، او نص طماطمية كبيرة تنفع برضو، واشوح كده الطماطم. بعد كده احط مكعب مرق الدجاج، اطحنه الاول بعد كده اضيفه. ودلوقتي طبعا هضيف باقي التوابل، معانا معلقتين صغيرين من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هقلب التوابل دي كده مع بعض مع البصل، يدوب بس تطلع ريحتها. بعد كده اضيف الرز، انا استخدمت 2 كوباية من الرز مغسولين، طبعا كمية الرز برضو حسب رغبتكم، بس كل كوباية من الرز بنضيف عليها 1.25 كوباية من المية، والمية انا ممكن احطها دافية وممكن احطها مغلية عادي خالص. دلوقتي هضيف المية، لكل 1 كوباية من الرز 1.25 كوباية من المية،
وهقلب الرز واغطيه، والنار زي ما قلت لكم متوسطة، يدوب بس الرز يشرب المية. بعد كده اقلبه تقليبة تانية واوطي النار عليه خالص واغطيه طبعا لحد ما يستوي. دلوقتي هنروح نشوف السمك. ده شكل السمك اهو. هنجيب سكينة او شوكة نغرزها كده في السمكة عشان نشوفها استوت ولا لا. استوى خالص، ما خدش اي وقت خالص، ومجرد ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير بتلاقوه استوى. بعد كده ناخد الصينية دي نحطها تحت الشواية عشان السمك يتشمع. وده الرز شرب المية بتاعته كلها. هوطي النار خالص عليه واسيبه يكمل سوا. دلوقتي هنعمل سلطة الطحينة. معانا ربع كوباية من الطحينة. هنعصر على الطحينة دي ليمونة او نص ليمونة حسب حجم الليمونة اللي عندكم، ونضيف على الطحينة يعني تلت معلقة صغيرة ملح، وممكن ربع معلقة عشان ما تكونش حادقة، وربع معلقة صغيرة كمون، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ونضيف كمان عليها شوية زيت يعني حوالي برضو ربع كوباية، ونضيف عليها كمان حوالي نص كوباية او ربع كوباية مية، ونقلبها كده في البطرمان. انا بعملها في البطرمان عشان اعرف اقلبها كويس جدا وكمان سهلة. هنقلبها كده، بعد كده نفضيها في الطبق بتاع التقديم. شايفين متماسكة وتقيلة جدا ازاي وسهلة جدا. بنحط المكونات كلها على بعض ونخلطها وكده خلاص. وزي ما انتوا شايفين ده الجرجير. طبعا كلنا عارفين ان السمك بيحب الجرجير، يعني بيحب يكون جنبه جرجير. دلوقتي هنشوف الرز. ده الرز بتاعنا، شايفين لونه حلو جدا ازاي وكمان مفلفل جدا. وده عشان الطريقة اللي عملناه بيها والمكونات اللي حطيناها عليه. هنغرفه في الطبق. شوفوا كده معايا الرز مفلفل جدا ازاي، مش معجن خالص، وكمان لونه حلو كمان جدا. دلوقتي نشوف السمك. انا دخلته تحت الشواية عشان ياخد لون ويشمع. شايفين شكله حلو جدا ازاي وخفيف جدا، وطعمه مختلف عن السمك المقلي والسمك المشوي. طبعا في ناس بتعمل الطريقة دي في السمك البوري او السمك اللي هو المكريل، بس جربوه بالسمك البلطي، طعمه حلو جدا ومختلف ومميز كمان، يعني طعمه مميز وخفيف ومناسب جدا لرمضان. وكل عام وانتم بخير وبالهنا والشفاء مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.